بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا وأمتنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت العنوان adding true or false variables هندي مثال بسيط عن ال true or false variable ديت. تمام جميل. وقف الفيديو وهات كوباية الشاي بتاعك. تمام ماشي. انا في مساحة العمل بتاعي هروح ادرج يا جماعة اتنين كنترولز من نوع بوتون. تمام ادي اول كنترول ديت هسميه ترو وهديله الفيل اللي لونها اي لون، هنفرض مثلا اللون ديت اوكي، وهعمل سيلكشن عليه اعمل كنترول دي عشان اعمل دوبليكيت واشده شوية بعيد، وده هيكون القيمة فولس. انا بس بنحاول نجرب الفكره العامه للفاريبلز، وده هياخد ستايل كانه حاجه ليها دخل بالغلط وكده، ناخد حاجه زي كده اوكي. كده انا عندي ايه، انا عندي اتنين بوتونز. جميل خالص. كده انا عملت زرارين، زرار خاص بالترو وزرار خاص بالفولز. ممتاز. انا قلت يا جماعه لما اجي نتعامل مع المتغيرات اول حاجه بنعملها بتكون عباره عن ايه، اني اعمل كرييشن للفاريبل. وعلشان اعمل كرييشن للفاريبل يا جماعه من على تريجرز من على مين، الاقي في خانه هنا اسمها ايه، اول ما اقف عليها اسمها مانج بروجكت فاريبلز. الفاريبلز اللي موجوده في البروجكت ديت اروح ضغط عليها. تمام هلاقي اني انا طبعا عشان كنت بعمل تيست لواحد فانا حذفته. انا عايز هنا بنلاقي كل الفاريبلز الخاصه بالبروجكت ديت. انا هعمل نيو واحد جديد فاريبل جديد، الامر اللي بيعكس طبيعه الكلام اللي اتكلمنا عنه المره اللي فاتت يا جماعه. الفاريبلز ثلاثه، ما بين ترو اور فولس، ما بين تكست، ما بين نمبر. حلقه اليوم راح نتكلم عن ترو اور فولس. ممتاز جميل خالص. انا هنسمي الفاريبل ده يا جماعه في اسمه فوق اجري اوكي جميل، وهخلي القيمه بتاعته يعني القيمه الافتراضيه بتاعه دلوقتي انا هخليها فولس. جميل. انا كده يا جماعه انشات فاريبل واسندت له قيمه. ممتاز. ديت اول خطوه، فاكرين كرييت نيو فاريبل او كرييت الفاريبل بتاعنا احنا عملناه. ممتاز خالص اوكي. المرحله الثانيه تريجر عشان نعمله ادجاست للفاريبل. ماشي. طيب انا قبل ما انشئ تريجر انا يا جماعه هنشئ ريفرنس. تمام الريفرنس ده يا جماعه يعني انت مش شرط تعمله، فهمني؟ لا لا ده بس انا عشان حابب اعمل تيست للقيمه بتاعت الفاريبل ديت اشوفها شغاله ولا لا. انت مش شرط تعمله، لا وفي الغالب ما حدش بيعمله، بس احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم فبنحاول نتاكد من ان المعلومه شغاله او لا يعني. تمام هروح على انسرت تاني واقول له انا معايا الريفرنس، وطبعا هدرج الفاريبل اللي انا لسه عامله دلوقتي واقول اوكي. تمام هيديني الاجري اللي هو دلوقتي يا جماعه لو انا ضغطت على اف 12 المفروض القيمه الافتراضيه بتاعته كانت عباره عن ايه، انا لسه عامل لها تحديد يا جماعه كانت القيمه بتاعته فولس. متفقين؟ جميل. لو انا كنت غيرت في القيمه بتاعت البتاع ديت عشان تبقى ترو كنت هلاقيها ترو. منطقي. جميل خالص اوكي. الفايده من البتاع ديت اني بس اعمل تيست على الفاريبلز بتوعي او اتاكد ان النظام شغال او لا. ممتاز. النقطه الثانيه هبتدي اعمل تريجر عشان ادي احط قيمه في المتغير بتاعي. طيب جميل. هروح على الترو ديت واقف عليه وهروح اضغط على اد تريجر ديت. لو انا ضغطت كليك عليها هيفتح لي التريجر بتاعي. نركز بالله يا جماعه، من اكشن انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل ادجاست فاريبل، عايز احط قيمه في متغير. ادجاست فاريبل يا جماعه. طب انو فاريبل بتاعك انا لسه مسميه يا جماعه اجري. ممتاز خالص. الاوبريتور هنخليه زي ما هو. تمام مش هنلعبه فيه. الفاليو بتاعت الفاريبل بتاعك انا هنخلي الفاريبل بتاعك عشان نوقف على ترو هخليها يا جماعه الفاليو بتاعتها عباره عن ترو، يعني القيمه بتاعت المتغير هتكون ترو. ممتاز. لاني انا عندي الفاريبل بتاعي ترو هي فولس، انا هقول له ان القيمه بتاعته هتكون ترو لاني انا واقف على الزرار يا جماعه اللي هو كان خاص بالترو.
ممتاز. لما اليوزر يكليك بوتون 1 يبقى بمنتهى البساطة ايه اللي هيحصل؟ الاكشن بتاعك هتحول تسند قيمة لمين؟ من قيمة الفاريبل اللي اسمه اجري. ممتاز خالص. الفاريبل اللي اسمه اجري ديت ماله؟ الفاريبل اللي اسمه اجري ديت الاوبريتور بتاعه اللي هيشغله انه يساوي حاجة معينة. طب ايه الفاليو بتاعته؟ يساوي ترو. يبقى البتاع ديت هيشيل كلمة ترو لما ايه؟ لما اليوزر يضغط على مين؟ على بوتون واحد. ممتاز خالص. يبقى كده لما اليوزر يضغط على بوتون واحد القيمه الافتراضيه اللي هي كانت فولس هتتحول لايه؟ لترو. جميل جدا. يبقى سيت اهو اجري ايكوال تو ترو. خلي الفاريبل اللي اسمه اجري اللي هو واخد المساحه ديت اللي في الريفرنس دات يبقى ترو لما اليوزر يضغط على مين؟ على الترو. سهله؟ جميل. نروح على الفولس باك نعمله اد تريجر. جميل. ادجست فاريبل، انا عايز احمل متغير في مكان معين. ممتاز. انو فاريبل بتاعك؟ ما عنديش غيره اجري. طب بيساوي، يساوي ايه؟ يساوي قيمه. انا شغال على مين؟ على فولس. لما اليوزر يكلك مين؟ بوتون 2. يبقى بمنتهى البساطه خلي الفاريبل اللي اسمه اجري قيمته بتبقى فولس لما اليوزر يضغط على مين؟ على كده. ممتاز خالص. خلونا بقى نبتدي نضغط على اف 12 ونشوف البريفيو. يبقى القيمه الافتراضيه في التكست بوكس بتاعي انها تبقى فولس. لما نضغط له على ترو تلاقي القيمه بقت ترو، لما نضغط له على فولس تلاقي القيمه بقت فولس، وكل ما بتضغط على ترو اور فولس الفكره معاك شغاله. ده بمنتهى البساطه اول مثال سهل او اول مثال بسيط بنحاول نتعرف فيه الف ب على ايه؟ القصه بتاعت التريجرز والمبدا اللي هو كان خاص بايه؟ الفاريبلز، لانها هتشتغل معانا بشكل جميل جدا في الانتر اكتيفيتي في تصميم برمجياتنا. بالله يا جماعه يا ريت نحاول نركز ونعمل فوكس كويس خالص على النقط ديت. طيب اديني فكره، اديني فكره انستراكشن ديزاين. اليوزر خلص المشهد الاول، لما اليوزر يخلص المشهد الاول دايركتلي يروح على سلايد معينه، لما اليوزر يضغط على مش عارف ايه يرجعوا لي لسلايد معينه، لما اليوزر يعمل حاجه اديني استجابه معينه. فكره يا جماعه علشان تستخدم فيها الفاريبل. لما اليوزر يكمل الوحده الاولانيه يضغط اوكي وديه لي بقى على مين؟ على حاجه معينه او ودوه لي على سلايد معينه. ديت الفكره اللي ممكن نستخدم فيها الترو اور فولس فاريبلز. تمام، هنستخدمها بشكل اكثر تعقيدا في السيشن اللي جاي على طول. ما تنسوا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.